سلام اخوتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع الصحه؟ نتمنى تكون على خير وبخير. ما شاء الله حنايا في مرجان جينا نشوفوا الحواله ديال العيد. هنايا حاطين الحواله ولكن مازال ما دايرينهمش الثمن، قالت مازال ما غاديش يديروا لهم الثمن. سولنا على الحواله ديال اسبانيا، قال لك ما دايرين لهم ما بين 55 و 56 درهم. هذا واحد اللي قالنا ولكن الحواله ديال هنايا السردي والبرقي مازال ما دايرينهمش الثمن. قال لك مازال ما علقوا لهم الثمن، قال لك حتى نهار الاثنين عاد غادي يديروا لهم الثمن. حنايا مرجان ديال انتكان، حنايا مرجان ديال انتكان مازال ما حطوا لهمش الثمن، غادي يحطوا لهم الثمن حتى نهار الاثنين. وجبه راه مخرمين كما قلت لكم، غادي يحطوا لهم الثمن حتى نهار الاثنين. وجينا هنايا نشوفوا السوق، انا هنايا كلشي دايرين له الكرياج، كل اللي دايرين له البارير، ما خلوش الناس يدخلوا، ما كيبغيش الناس يدخلوا. يعني كنتصور غير من مر الكرياج ما كتدخلش الداخل. المهم هذا ما كان، راني صورت لكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم. المهم ما نطولش عليكم ونخليكم نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا يعني الحواله ديال العيد ان شاء الله.